فريق البطولات لازم يكون في كل مركز، يمكن الظروف ما ساعدتناش ان لازم يكون في مركز 2 و3 و4 قريبين المستوى. نادي الزمالك دخل على 4 بطولات، بطوله الدوري و2 كاس مصر من ضمنهم مباراه النادي الاهلي وبطوله افريقيا. البدايل لازم تكون قويه جدا، ما يكونش البديل اقل من الـ من الـ من الاساسي. وده انت عودت عليه في منتخب مصر. انا بعمل مع نادي الزمالك وبشوف على الكوره مع مجلس الاداره ان احنا نكون نادي الزمالك منتخب مصر. ما يبقاش في جاب بين اللعيبه وبعضيها. انت الاول النهارده لازم تكون مستعد طول الوقت لكل البطولات. عندك مثلا في افريقيا هيغيب عبد الله السعيد وهيغيب ناصر ماهر وهيغيب فاروق جعفر. البدائل لازم تكون زي احمد حمدي، زي اوباما، زي زياد كمال. يجي بعد كده بنرجع لقفل الدوري نقدر نستعين بعبد الله، نستعين بسيف، نستعين ده. ودي لسه احنا النهارده وقلنا اسماء يعني كل الناس بيردد كلمه ان نادي الزمالك رجاله 3 والونش وفتوح ومصطفى شلبي. صحيح. كان كل الناس تقول لك كده، الثلاثه دول راجعين هات ثلاثه عليهم. النهارده الثلاثه دول الاثنين مش موجودين. ربنا يشفي الونش واصابته البالغه اللي زعلتنا كلنا وقصرنا منها، كنا بناخد عليه امل كبير جدا كعنصر مهم جدا في خط دار نادي الزمالك واحسن مساك في مصر. فتوح النهارده راجع منتخب مصر بقيت شهر وشويه. كل ده مش موجود. لو انت النهارده ما عندكش تقل في هذه المراكز هيحصل لك دروب. ومن حيث امثال شهر 2 الكلام ده لازم الناس تسمعه كويس جدا، والتفسير اللي انا بقوله كويس عشان الناس اللي بتحاول تفكر في حاجات مش مظبوطه. النهارده يوم 19/2 عوده الدوري المصري وممارسه النشاط المحلي والافريقي للانديه. هنخلص 9/2، في هذه الفتره نادي الزمالك يلعب 10 مباريات. يعني متوسط 4 أو 5 أيام، كل 4 5 أيام. لو انت ما عندكش زحمه محترمه من اللاعبين ذو خبرات ومستوى فني مش هتقدر تعمل بطولات، ونادي الزمالك هو نادي بطولات.